أهلا وسهلا بكم في مراسيم أحياء الذكرى السنوية الثانية لتحرير آخر رقعة جغرافية من سيطرة داعش الباغوث. في البداية وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نستذكر رفاقنا الشهداء في قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي والمؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية ممن ضحوا بحياتهم في سبيل أن نحيي هذه اللحظات. وكما نتوجه بهذه المناسبة بالصبر والسلوان لعوائل الشهداء. انتصار قواتنا قوات سوريا الديمقراطية على هذا التنظيم الإرهابي نتج عن معارك طويلة الأمد استمرت لمدة 7 أعوام بدءا من مقاومة كوباني التي كانت مفصل مقارعة داعش مرورا بمنبج والقبضة والرقة لتتكلل في النهاية بتحرير منطقة الباغوث في الريف الشرقي لمدينة إيرزون. أشكر لكم حضوركم معنا ذكرى أحياء تحرير الباغوث للسنة الثانية. بشكل عام يكون فتح حرر شرق الفرات بتنظيم داعش بشكل عام. يقدمون لنا العمل الدولي دعم بشكل كبير القوائم على اخر خلايا الموجوده في شرق الفرات، لكن هذا لا يكفي. لا يكفي لان العمل العسكري لا يقضي على الارهاب في المنطقه بشكل نهائي. يجب تقديم دعم بشكل مدني وعاده اعمار شرق الفرات وتشكيل بنانا تحتيه وأعمارها من جديد. الوضع الاقتصادي إذا كان جيد في شرق الفرات هذا سوف ينهي الإرهاب بشكل كامل ويتخلص جميع العالم من هذا النوع من الإرهاب الجديد. بداية اليوم نستذكر تحرير دير الزور من تنظيم داعش الإرهابي في آخر معامله في آخر معاقله في بلدة الباغوث. طبعا داعش تنظيم داعش الإرهابي قد انتهى عسكريا لكن لا يزال يعمل كخلايا نائمة في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفتنة بين المدنيين وقواتنا قوات سوريا الديمقراطية. طبعا في مثل هذا اليوم أنا أبارك لجميع الشعب السوري عامة وأيضا أبارك هذا اليوم لعوائل شهدائنا الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرضنا حتى تحريرها، وأبارك هذا اليوم أيضا للجرحى الذين حصلوا على أوسمة الشرف في تحرير شمال وشرق سوريا بشكل عام والباغوث في آخر معاقله بشكل خاص.